السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب فيكم مرة أخرى في مقرر فنيات التوجه والحركة ومهارات الحياة اليومية. هذا أنا الدكتور محمد صفحي وأيضا زميلي الدكتور محمود رمضان عزام السيد. راح نكمل معكم في هذه المحاضرة ما بدأناه في المحاضرة السابقة من أساليب التوجه والحركة ومهارات القائد المبصر. راح نتحدث عن مهارة الدوران حول الشخص الكثيف، وهي طريقتين: الدوران الكلي والدوران النصفي. في الدوران الكلي أو الكامل يتحدث أولا القائد المبصر عن تطبيق هذه الحركة شفهيا، ثم على القائد المبصر أن يقوم بالدوران حول الكثيف وليس العكس، وذلك لأن القائد أو المبصر يستطيع أن يرى المجسمات ومدى اتساع المسافة للقيام بهذه الحركة، من ثم يدور ويتحرك الكثيف بعض الخطوات لمتابعة السير العادي. بالنسبة لهذه المهارة هي تقريبا نفس مهارة السير مع القائد المبصر، اللهم الاختلاف إن المهارة هنا هي عبارة عن دوران. فعلى سبيل المثال إذا كان القائد أو الشخص الكبير يسير بطريق مستقيم، فعملية الدوران تتم بهذه الطريقة والعودة إلى نقطة البداية، فما على الكثيف إلا أن يتبع القائد المبصر. أيضا الفيديو راح يوضح هذه المهارة. النقطة الأخرى الدوران النصفي، وفيه أيضا يتحدث القائد المبصر عن تطبيق هذه الحركة شفهيا، ثم يقوم بتطبيقها بطريقة علمية، وفيها يتقابل القائد المبصر مع الكثيف وجها لوجه، ثم يحرك الكثيف يده اليسرى على سبيل المثال ويمسك باليد الأخرى للقائد المبصر لتغيير اتجاهه، وبذلك تتم عملية الدوران النصفي. أيضا من خلال الفيديو راح تتعرف عليها بكثير من التفصيل، وراح تتعرف على الخطوات. المهارة القادمة هي مهارة العبور عبر الممرات الضيقة، يتم بطريقتين. الأولى إذا كان المكان ضيق نسبيا، فإن القائد المبصر يقوم بضغط وضم ذراعه التي يستخدمها في إرشاد الكفيف إلى جسمه، مشعرا إياه بأنه يريد منه الاقتراب بسبب ضيق المكان. أما الطريقة الأخرى إذا كان المكان ضيقا بحيث لا يتسع إلا لمرور شخص واحد، فإن القائد المبصر حينئذ يضع يده أو ذراعه خلف ظهره بحيث يستند ساعده على الجزء السفلي من الظهر، وينبغي للكفيف عندئذ أن يفرض ذراعه التي يستخدمه في إمساك القائد المبصر مدا كاملا، ثم يتحرك جانبا ليضع نفسه مباشرة خلف القائد المبصر، ثم يعبر الاثنان من المكان الضيق بأمان. الفيديو راح يوضح كلا الطريقتين، الطريقة الأولى والطريقة الثانية. طبعا الطريقة الأولى إذا كان الممر الضيق أكثر اتساعا من الممر الضيق بالحالة الثانية. المهارة الجديدة هي مهارة السير عند الأبواب المغلقة أو المفتوحة. عدة نقاط أيضا يجب على القائد وعلى الكفيف اتباعها. أولا على القائد أن يترك الكفيف يتدرب على الآتي عندما يكون كل من القائد المبصر والباب مواجهان له. يتوقف القائد المبصر عندما يصل إلى الباب، يقوم القائد بفتح الباب باليد في نفس جانب الباب، ويكون القائد المبصر وصوت فتح الباب بمثابة منبه للكفيف إلى فتح الباب أو إلى أنه تم عملية فتح الباب. عندما يسمع الكفيف فتح الباب عليه أن يقوم بوضع يده الطليقة مقابل الصدر في وضع الاستعداد أو الحماية، بحيث تكون اليد موازية للأرض وبعيدة عن جسمه. يلمس الكفيف الباب بذراع الاستعداد ويتقدم نحو الباب بحيث يصل إلى حافته. يمسك الكفيف بحافة الباب حتى يتم له المرور أو المرور من خلاله، ثم يخلي المدخل
ويترك الباب، وذلك في حالة الباب الذاتي الارتداد. أما في حالة الباب غير الذاتي الارتداد فيتقدم الكفيف إلى الجانب الآخر للباب ويقبض على المقبض ثم يغلقه بحذر، وذلك في الوقت الذي يتوقف فيه القائد الموصر، ثم يستمر الكفيف في متابعة الطريق مع قائده. أيضا الفيديو راح يوضح هذه المهارة بالتفصيل في كل الحالتين، الأبواب ذاتية الارتداد والأبواب غير ذاتية الارتداد. مهارة الجلوس في الأماكن العامة من المهارات المهمة. أولا كيفية الجلوس على صف من المقاعد في أماكن عامة مختلفة كمجموعة أو كحفلات أو كقاعدة اجتماعات أو في جامع. فالنقطة الأولى القاعد المبصر عليه الدخول والتحرك والخروج أولا، ثم الكفيف. كذلك عليه أن يشير إلى المكان المراد الجلوس عليه أو الصف المراد في الجلوس فيه. التأكد، وهذه نقطة مهمة، من عدم إزعاج الأشخاص الجالسين في الصف الأمامي كالكلام مثلا، ولابد من الإشارة إلى هذه النقطة مع الشخص الكفيف قبل دخول القاعة. أيضا على القائد المبصر أن يدع الكفيف يلامس بظاهر يده مؤخرة المقعد في الصف الأمامي وساقيه جانبي المقعد للتأكد من خلو المقعد. تدريب الكفيف على أن يجلس بطريقة محترمة وحسنة خوفا من الانتقاد أو الإحراج خاصة في الأماكن العامة. على القائد المبصر أن يرشد الكفيف ألا يرمي من نفسه بإهمال أو عدم تركيز أثناء الجلوس على المقعد، لابد أن يجلس بشكل هادي بشكل متزن على المقعد. كذلك تدريب الكفيف على حمل المقعد بلطف أثناء تغيير مكانه من مكان إلى آخر. كيفية الجلوس على مائدة، طبعا التكنيك هو تقريبا نفس التكنيك، ولكن هنا نوع المقعد يختلف. فعلى القائد أن يقود القائد المبصر الكفيف إلى ظهر المقعد، على القائد أيضا أن يقود الكفيف إلى المقعد بطريق عادية كما ورد في الجلوس على مقعد منفرد أو صف من المقاعد. طبعا راح توضح الفيديوهات كيفية الجلوس على هذه المقاعد المختلفة. يتم تدريب الكفيف على كيفية تحريك أو سحب المقعد من المائدة ليحصل على فراغ الجلوس أو على مكان المناسب للجلوس، من ثم عودة أو سحب المقعد ويرجعه إلى وضعه الطبيعي أمام المائدة. إرشاد الكفيف على كيفية الجلوس بالطريقة الصحيحة على المائدة شفهيا ثم عمليا. أيضا هناك نقاط مهمة على القائد المبصر أن يدرب الكفيف عليها، وهي أهمية أن يدير الكفيف وجهه إلى الأشخاص الذين يتكلمون معه أو يكلمهم أو الجالسين على المائدة. كذلك طريقة تعريف نفسه للآخرين، كيف إن الشخص الكفيف يعرف بنفسه للناس اللي جالسين معه على الطاولة. مهارة أخرى مهمة من مهارات القائد المبصر صعود وهبوط الدرج أو السلم. راح نتكلم أولا عن صعود السلم. يقود القائد المبصر الكفيف إلى السلم ثم يعلم الكفيف بأن عليهم صعود السلم. أن يقبض الكفيف سياج السلم باليد التي لا يستخدمها ثم يبدأان في صعود السلم أو الدرج. راح يبدأ القائد ثم الكفيف يتبعه. في النزول راح يتم نفس العملية. يقود القائد المبصر الكفيف إلى السلم، يعلم القائد المبصر الكفيف بأن عليهم النزول. كذلك أن يقبض الكفيف سياج السلم باليد التي لا يستخدمها ثم يبدأان نزول الدرج أو السلم.
الفيديو المرفق راح يوضح آلية أو خطوات صعود السلم أو الدرج وكذلك نزول الدرج أو خطوات نزول الدرج. نشكر لكم حسن الاستماع، على أن نلتقي في درس قادم. لكم منا أطيب التحايا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.